نبيت للشبكة غادي، وهذا هو مرادي. قال ليه كورونا كورونا، حتى من حبابنا الكورونا، ما طلوا ما بقاو يزورونا. تحية المتولي كيلعبوا علي، والربح غادي يخلي. إيوا تحية للرجاويين كاملين، تحية للجمهور ديال الرجا، وتحية ليهم ومبروك عليهم اللقب. ومن هنا كنحييهم، وعندي واحد جوج كلمات هي قال لي ناضي ناضي، تحية للحفيدي، لبيت الشبكة غادي، وهذا هو مرادي. فرحوا يا ولاد بلادي بالرخيص وبالغالي، تحية المتولي كيلعبوا علي، والربح غادي يخلي. البطولة رجاوية راها ليكم وليا، والعشاق داروا مزيه، وتحية للرجاويين، والعقوبة العصبة إلا كانت مكتبة احتفلوا ليها من دابا. موهوب من الصغر الحمد لله، كاع الناس كيعرفوني والجمهور كله كيعرفني بخير وعلى خير. ومع الحباب كنزيد نتوهب كثر، كتكون عندي موهبه ملي كنشوف الحباب والحضور ديال الحباب اللي كيحبونا وكنحبهم، كنزيد انا تكون عندي موهبه اكثر. وراه الاقتصاد ديال البلاد راه باين بان الناس كلها تمسات، والناس اللي في الدومين ديال العراس بزاف، لان ملي تحبسوا العراس شحال من عائله وشحال ديال الناس وشحال ديال عباد الله اللي تأزمات، وشحال شمتيني منهم الفراقين ديال الفولكلور، ومنهم الفراقي ديال الدقة المراكشية، ومنهم النقافات، منهم لي تريتور، منهم السربايا، جميع اللي في هذا الميدان، والناس ديال الفنادق تأزمتهم أكثر منا بزاف، لأن هذا الشيء كيمس السياحة والاقتصاد ديال البلاد. ونتمنوا هذا الوباء يترفع للجميع، ونكونوا راه المغرب ديما المغرب. المغرب راه بلاد غاني، والله يرفع علينا الوباء، وحنا راه بخير وعلى خير، وخا هاد الازمه غادا تفوت، ونتمنوا الله يرفع علينا هاد الوباء ويرجع المغرب كي كان، وهو عمره ما غيتغير. قال ليه كورونا كورونا، حتى من حبابنا الكورونا، ما طلوا ما بقاو يزورونا، فين بغيتوا نتوما ديرونا؟ كورونا شدات العالم وخلات في قلوبنا الام، نتمنوا تدوز بسلام وعاد يزيان الكلام وبلادنا تزيد لقدام. هاد الكورونا راها خطر، شدات الكبار والصغار، والشعب كله في الانتظار، حبسات الباطو والطيار، راها كورونا خطر. ديروا لنا الكمامه وتبقى الامور خدامه، وحيدوا باش نزرعوا الضحكه والابتسامه. اثرت في الجميع، كاع جميع الصبيان كيأثروا في الجميع، والانسان اللي كيمشي للصبيان ما عندوش ضمير وماشي بنادم، والديب كيستحيا ياكل البشر، وملي البشر يعود ياكل البشر لا اله الا الله. قال لي بكيت انا وقاسيت العذاب، عذبني الاغتصاب، سؤال حيرني ما لقيت له جواب، نبكي ونقاسي العذاب. ما بقى الضحكه ولا تبسيمه، كنا عالينو في القمه وكنفتخروا ببلادنا ديما، زايدين هاد الضحكه والتبسيمه، ملي تغتصب عدنان ناعمه، ما خلاو في قلوبنا لا ضحكه لا تبسيمه. كيفاش ندير انا بلادي بلاد العز وناعمه ما تتفقدز، كاع البشر كله تهز، علاش وبلادي بلاد العز؟ حيت زاكورة بلاد الامان غاليه ما عندها ثمن، علاش نسمعوا فيها هذه الاخبارات ونبكيو عليها الحزن؟ الانسان اللي هو مغربي ومغربي قح ومسلم راه لا ضروري يبقى فيه الحال. ايوا قال لي القدس راها عربيه وبها نبكي على دموع عينيه، لو كان نمشي على كفوف رجليه الحال غادي يبقى فيا. القدس راها عربيه وكتسمى مغربيه، كيف ندير انا نبكي ونقاسي العذاب؟ سؤال حيرني ما لقيت له جواب، علاش نبكي ونقاسي حزين؟ هذه مده وسنين بكاتني فلسطين، فينكم يا العرب وفينكم يا المسلمين؟ ها العرب يديروا مجهود، سؤال حيرني ما عنده حدود. فلسطين احتلوها اليهود وحنا ما درنا حتى مجهود. نتمناو العرب والمسلمين يوقفوا وقفه رسميه، راه القدس لي كليه وكتبقى ديما عربيه. وتحيه للحباب والناس اللي كيتصنتوا ليا، وتبارك الله عليكم، وعزيز عليا الشعب المغربي كامل، لان كيما الناس انا عزيز عليهم تاهما عزاز عليا، وكيعجبني في اي بلاصه نكون كيما كنحيي الناس كيبادلوني نفس الشعور، وهذا هو اللي بغيت انا. الانسان ملي كيمشي لواحد البلاصه ويكون مقبول راه يكفي، والحمد لله هذا هو اللي باغي انا في حياتي لقيته، وكنلقى فيه راحتي ملي كنكون وسط الحباب.
ديما نرى وسط داري في اي بلاصه مشيت ليها. وتحيه لكم وتبارك الله عليكم، وكنشكركم بزاف على هذه الاستضافه وجيتوا عندي وعملتوا جهد وجيتوا عندي، واخا هذا الاستقبال ماشي في حق وجهكم، ونتمنوا نعاودوها في شي بلاصه نيت اللي تليق بالمقام ديالكم، وتبارك الله عليكم.